بسم الله الرحمن الرحيم. هذه دائرة سي، مركزها نقطة O. لدينا الزاوية بي دي سي تساوي 36 درجة. الرأس هو الدي، ينتمي إلى الدائرة السي. إذن هذه الزاوية بي دي سي زاوية محيطية، الرأس ينتمي إلى الدائرة السي، وتحصر قوس بي سي. جاء في المعطيات أنها تساوي 36 درجة. لدينا أيضا زاوية أخرى وهي بي آ سي، أيضا هي الأخرى زاوية محيطية، رأسها آ، ينتمي إلى الدائرة السي، وتحصر نفس هذه الزاوية المحيطية، تحصر نفس القوس بي سي. إذا بي دي سي و بي آ سي زاويتان محيطيتان تحصران نفس القوس بي سي، وهذا يعني أنهما متساويتان. بي دي سي تساوي بي آ سي تساوي 36 درجة. الآن لدينا هنا زاوية مركزية اسمها بي أو سي. هذه الزاوية المركزية تحصر القوس بي سي. لاحظوا هنا الزاوية المحيطية بي دي سي والزاوية بي أو سي مرتبطتان، يعني هذه الزاوية المحيطية مرتبطة بهذه الزاوية المركزية لأنهما تحصران نفس القوس بي سي. وهذا يعني أن قياس الزاوية المركزية بي أو سي هو ضعف قياس الزاوية المحيطية بي دي سي، يعني أن بي أو سي تساوي 36 درجة مضروبة في 2، يعني تساوي 72 درجة. الزاوية المركزية بي أو سي تساوي 72 درجة. أيضا هنا لدينا أ إي سي، المثلث أ اي سي. ناخذ اي هنا ا اي سي، والمثلث دي اي بي. دي اي بي هذا المثلث، دي اي بي هذا المثلث، وهذا المثلث ا اي سي. لدينا في هذا المثلث 36 درجة، أيضا هنا وجدنا 36 درجة. وهنا لدينا زاويتان متقابلتان، يعني لهما نفس القياس. إذا في هذين المثلثين اللذين هما AEC و DEB لدينا زاويتان متقايستان، 36 درجة 36 درجة. هاتين الزاويتين أيضا متقابلتان، يعني لدينا مستقيمان متقاطعان فهما متقايستان، وهذا يعني أن المثلث AEC و DEB مثلثان متشابهان. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله.